دلوقتي السليكشن موجود عندي، هاخد الجزء بتاع البنت زي ما قلت قبل كده. انا عملت كل ده عشان استخرج الجزء بتاع البنت ده وابتدي اتحكم فيه زي ما انا عايز. عشان اخده في طريقتين، ممكن ادوس كنترول جي كده هاخد نسخة منه وهسيب نسخة موجودة في اللاير دي وكده ما عملتش حاجة. ممكن ادوس كنترول شيفت جي وكده هياخد هيستخرج البنت دي ويعمل لها كات ويحطها فوق في اللاير لوحدها. ممكن بدل ما اعمل القصة دي كلها اعمل كليك يمين في اي حتة عليها، هلاقي في اتنين اوبشن هنا، واحد لاير فيا كوبي يعني ياخد نسخة منها يحطها في لاير جديدة، او لاير فيا كات ياخد كات يستخرجها ويقصها من اللاير دي وياخد بنت ويحطها في لاير جديدة، وده اللي انا عايزه. فاعمل اختار الاوبشن ده. بصوا على اللاير بانل، اتاكد بس ان الجزء بتاع اللاير بانل كبير عشان هو اكبر حاجة. بص على الجزء ده صعب شوية. البنت هنا اهي وفي فراغ والبنت فوق. لو عملت هايد طبعا لازم اعمل هايد ارجع تاني اعمل هايد الاول للبنت اللي تحت في الباك جراوند عشان مش عايز اشوفها دلوقتي. البنت اللي فوق اهي لو عملت لها هايد، لاحظوا ان في فراغ. تعالى اعمل كنترول زيرو، في فراغ مكان البنت، وده بالظبط اللي انا عايزه. والفراغ ده هستبدله دلوقتي باجزاء من الطوب اللي عندنا دلوقتي. اعمل بس زوم ابص على الحواف الشكل بتاعي. تمام، مفيش اي اثر للبنت كده، كويس. ممكن بس اجزاء فيه شوية بقايا من الشعر موجودة. تعالى نظهر البنت اللي فوق دي، لو مسكتها بالموف وحركتها سنة شمال، بص الشعر بتاعي طلع فعلا سيلكتد وكله تمام لحد كبير. اعمل كنترول زد عشان ارجعها مكانها. اخفي البنت اللي فوق تاني، خلينا بس نسمي اللير اللي فوق دي ماشي. اشيلها وانزل على اللاير واحد. انا عايز اشيل اي بقايا، كل الريميننج بتاع الشعر ده عايز اشيله خالص. ممكن اروح على الاريزر حاجه زي كده، وممكن اخفي بس بعض الاجزاء لان مش عايز اي اثر للشعر في الجزء بتاع الطوب اللي تحت ده، ممكن يعمل لي شويه مشاكل. عارف ان لسه يعني الموضوع مش مفهوم بالظبط ايه اللي هيحصل، بس هنشوف دلوقتي في الخطوه اللي جايه. اشيل بس كل اثار للشعر، وحتى ممكن ادخل سنة على الحواف دي، ممكن اشيل كل الاجزاء دي مش عايزها. ممكن تلاحظوا كمان ان في بعض الاجزاء بقايا للسليكشن، بقايا الجسم البنت اهو في بعض الاجزاء من الصورة لسه موجودة، ودي هتعمل لي مشكلة انا مش عايزها. بقايا للشنطة بتاعتها، الجزء بتاع البوت في حتة اهي، لان انا دخلت جوه شوية بالفيزر وعملت شيفت ايدج للسليكشن، فممكن يكون ساب لي بعض الاجزاء. بدل ما اقعد امسحها كده واخد وقت بالاستيكه، لا انا ممكن اعمل كنترول زيرو واجي هنا اعمل كنترول وكليك على اللاير دي عشان اسلكت الجزء ده. دلوقتي السليكشن هو في الجزء بتاع الطوب، انا عايز السليكشن يبقى على الجزء بتاع البنت، الفجوه بتاع البنت، فاروح اعمل سلكت وانفرس كده. انا مختار الجزء بتاع البنت ده، عايز اتوسع شويه في السليكشن اكبره عشان اكل واشيل الاجزاء اللي هي البقايا بتاعه السليكشن بتاعي. هروح على سيلكت وموديفاي واكسباند، هكبر شويه السليكشن وليكن مثلا 4 بكسل حاجه زي كده كده. انا دخلت جوه شويه، وبعدين هدوس على ديليت. واخد بالك وسعت اكتر الاجزاء بتاعتي. يعني تعال نعمل كنترول اتش نخفي السليكشن مؤقتا، وبعدين كنترول زد. هو كان كده اهي، بص في بقايا بتاعه الشنطه بعد ما شلت الجزء ده بقيت عاملة كده، وشلت تماما أي بقايا للسليكشن على قد ما أقدر يعني. كويس، تعالى نرجع السليكشن تاني كنترول اتش. دلوقتي هستخدم حاجة اللي هي كنت عملتها قبل كده، الكونتنت أوير، كونتنت أوير فيتشر. بس ممكن برضو أعمل أوسع السليكشن سنة عشان أضمن إن مفيش أي حاجة ضايعة مني. اكسباند وليكن 4 بكسل تاني، مفيش مشكلة. هنقرب كده كله دخل، لا مش بدرجة كافية، في أجزاء شفافة وأنا مش عايز كده، أنا عايز كل الأجزاء دي خصوصا في الجزء بتاع الشعر تحت. تمام كده كله سيلكتد معايا. خلينا نعمل اكسباند تاني، بص على الأجزاء دي سيلكت موديفاي اكسباند، ليها 6 بيكسل المرة دي
اوكي دخل جوه شويه. لو مش عايز استخدم الطريقه دي تاني ممكن اروح على الكويك ماسك واروح على الاستيكه وادخل الجزء من هنا تاني في السليكشن بتاعي، اسلكت اجزاء كمان الاستيكه خصوصا الجزء بتاع الشعر ده. لو رجعت من اهو بصوا السليكشن ازاي دخل لجوه كده تمام. تعال نعمل كنترول زيرو دلوقتي، هروح على edit و fill و content aware، خد وقت شوية لأن الصورة كبيرة. تمام بصوا ايه اللي حصل دلوقتي، خلاص انا مش محتاج السليكشن تاني، اعمل كنترول دي وكده هو ملالي المكان بتاعي بيطوب تاني. لو رجعت اظهرت البنت كده كله تمام كده، لو صغرت حجمها مش هيبقى فيه مشكلة والأجزاء هتبان من وراها، بس ممكن لو عندي وقت أشتغل شوية في الأجزاء بتاعة الطوب، في مثلا جزء هنا لسه مش تمام، بعض الأجزاء شكلها ما بين التقاء الطوب في حتة هنا فاضية، ممكن أستخدم الهيلينج براش أعمل كليك في أي حتة هنا أكبرها شوية وأجي هنا أملأ الأجزاء اللي هي فاضية دي، أعمل كليك هنا عشان أكبر الإفكت ده، أجي في الحتة دي وأعالج النقطة دي، أي نقط فيها مشاكل أعالجها بالهيلينج براش اللي إحنا استخدمناه في الجزء اللي فات. هنا مثلا في حتة فيها فجوة أجي في حتة شبيهة وأستخدم الهيلينج براش. الجزء ده ممكن يعني يبقى ممل شوية وياخد وقت، هنا مثلا الحتة دي مش مظبوطة أجي هنا في البراش بتاعتي أحاول أختار جزء فيه إدج هنا عشان أعمل متبقاش شكلها شاذ وغريب. الجزء ده مثلا ده الجزء ده طبيعي زي ما هو كنترول زيرو، جزء مثلا زي بتاع الرصيف ده مكان البود بتاع البنت بص مش طبيعي ازاي، فممكن اصلحه عن طريق الهيلينج براش او بالستامب، هي هي كلون ستامب اشتغل يعني تقريبا بنفس الفكره. اعمل الت كليك هنا وامشي، ممكن اكبر شويه عشان اشوف ايه اللي بيحصل. بصوا دي كانت كده، هيجيب الكلون ستامب واظبطها واعمل كليك ظبطتهولي لحد كبير. الجزء ده مثلا اخد حته من هنا واظبط جزء بالشكل ده اهو، اختفى التأثير تماما واتظبط. عايز اشوف هو كان عامل ازاي في الاول، لو رجعت قبل كلون ستامب هو كان كده دلوقتي اتظبط وبقى كده. دلوقتي بس هاخد وقت شويه عشان اظبط كل الحواف اللي هي الجزء نص مكان اللي كان واقف فيه البنت، في بعض الأجزاء محتاج تظبيط شوية، أو حتى ممكن أعمل بوز وأظبط الجزء ده ولما ده مفيش جديد هعمله يعني، أنا بس هاخد وقت شوية في تظبيط الأجزاء بتاعة الطوب عشان شكلها يبقى تمام ما تحسوش إن في شيء غلط. ممكن أستخدم وباستي قليلة شوية يعني بدل ما هي 100% تبقى حاجة 50% عشان الأجزاء اللي بين الجزء والجزء ده عايز أعمل انتقال تدريجي. خليني بس عشان اوضح وجهة نظري، شايفين الجزء ده غامق قوي والجزء ده فاتح فشكله كده يعني في حاجه مش طبيعيه مره واحده، حاجه عامله صدمه كده، فعشان انا اقلل شويه التدريج ده ممكن اخد الت كليك جزء من الغامق ده واجي هنا بس وبستي قليله قلتلكم مثلا 40% او حاجه زي كده، واجي هنا في النص واعمل كليك، ممكن اعمل مره كمان بس عمل لي ايه زي انتقال تدريجي ما بين الجزء ده والجزء ده. طبعا مش متظبطين يعني في شيفت، الجزء ده عالي شويه والجزء ده واطي، ممكن لو جيت هنا تعالوا بس ناخد حته زي دي كده اكبر الفرشه سنه واعمل كليك كليك كمان كم مره كده لغايه اما ايه بوصل لحل وسط ما بين الجزئين واصلحها. يعني كل المهارات اللي استخدمتها في الريتاتش بتاع الفيديوهات اللي فاتت ممكن استخدمها في زي ما استخدمتها في وش الانسان، طبعا وش الانسان ادق بكتير، فلو انا نجحت في ان انا اظبط تفاصيل وش الانسان فبالتاكيد هنجح في ان انا اظبط الطوب يعني، فالموضوع بالعكس اسهل بكتير يعني على قد ما اقدر. في الاخر هي في اجزاء هتفضل ورا البنت، يعني الفكره ان البنت لما
حجمها هيخس لما هنغير حجمها دلوقتي، ففي اجزاء هتتكشف من طوب، فلازم على قد ما اقدر اظبط. يعني بكتفي بالجزء ده وهظبط الباقي ما بين الفيديوهات، ونكمل في الفيديو اللي جاي ان شاء الله.